فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل من حقوق الزوج الشرعية على زوجته أن تخدمه وتغسل ثيابه وتعد طعامه، أم أن ذلك من الإحسان؟ هذا من حسن العشرة، حسن العشرة بينهما، والعرف له دخل. إذا كان من عرف البلد أن المرأة تخدم زوجها فإنها تخدم، كما كان الصحابيات رضي الله عنهن يخدمن أزواجهن، وهذا في عصر النبوة وفي عصر الخلفاء الراشدين وفي عصر الصحابة كانت النساء تشتغل في البيوت تخدم أزواجها. نعم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: حتى إن فاطمة بنت محمد التي هي أشرف النساء كانت تخدم في بيتها وتطحن، وكانت تروي على ظهرها القربة رضي الله عنها، وهي بنت الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.